عليهم المره الاولى من 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 الكونفرنس دو بريس في تقديم اللاعبين وبرنامج النادي الافريقي للموسم الحالي. قلنا راه هدفنا الاساسي هو رابطه الابطال الافريقيه. ورابطه الابطال الافريقيه انا نحتاج الى مدرب عنده خبره في 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 المجال. قعدنا ننتظر في النهائي كاس رابطه الابطال والنهائي نتاع الكاف باش نشوفوا فما فرق وصلت للنصف النهائي. قعدنا نشوفوا اربع فرق نحبوا نختاروا مدرب وصل على الاقل دومي فينال. الكوكي بدا يخدم من غدوه. لا ما مو 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 جو... جولة نسمعوا لي اي لا ما هو مدرب هو مدرب مشى مدرب جاء مدرب اخر والمدرب الجديد خدم في النهار الثاني. معناها شنو احنا خسرنا الدربي بعثنا له طياره خاصه للسودان جبناها لقينا ولد النادي معناها اللي هو نبيل الكوكي عمل خبره يفهم الفريق. والمعركه احنا اليوم حسب ما نشوفك تشوف انت في 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 البطوله التونسيه معركه تونسيه حتى كمدربين تونس فهمت اي ما فماش خيرنا كونه قلنا الاصلح هو نبيل الكوكي اتفقنا معاه من مده وجاء خلال حكايه المستحقات المدرب هذه صارت بعد الراجل مازال كيتنحى اليوم بعد جاء سبت واحد معناها احنا لازم قبل ما نعلموه ندق عليه في الدار نزولوا شكارة فلوس قل له نتاعك بالله ما تكلمش تكلم هذا ما هم بعد حاسبوا معاه وعنده كونت بانكير وعنده ونعملوا له فيرمونت الكونت نتاعه وتنتهي العملية. ما تمنيناش كونه نعملوا حاجة من هالنوع وإلا نقاطعوا حتى وسيلة إعلام لأنه معروف كنادي إفريقي ولا أنا في شخصي ديما مع حرية الإعلام وقول لي ولكن كي يبدا الاعلام ممنهج وفيه فيه نوايا نعتبرها احنا غير بريئه لضرب النادي الافريقي في بدايه الموسم نفضلوا كونوا البرامج هذه نقاطعوها ونبعدوا عليها وقتها تكلم كيف ما تحب وحل كيف ما تحب واعطي رؤيتك واعمل الشو واعمل شو باش نقول انا معناها جيب المستمع ولا المتفرج من خاصه من احباء النادي الافريقي اللي هما تقلق فيه. ما كنتش محايد انت تقلق في المشجع هذاك اللي يحب يسمع التحليل واقعي ونلقاو احنا قدام مجموعه تختار في بعض المواضيع للاستفزاز. التحليل هذا الناس كل تتفرج معناها احنا سوى مسؤولين نستفيدوا هذاك الرأي الآخر. ولكن كي يبدأ الرأي الآخر جاي مش يضربك مش نعمل بيه ما عندي ما نعمل بيه ما هيش بدعة وحاجة موجودة في 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 بريطانيا تصير معناها العملية وعادية ويلزم يتقبلوها ويعدلوا شوية الخط التحرير نتاعهم وإن شاء الله كان أمور واضحة العام الجاي نرجع معه خاطر الموسم هذا انتهى نحكيو على 16-17 مصر كان مكلف بمهمة ويخدم ويخفي شهري هكا علاش نحى؟ اتنحى لأنه المهمة اللي تم تكليفه بها ما قامش بها على أكمل وجه فات الحكاية سهل. المهمة هو كمدير رياضي مسؤول على الانتدابات فما لجنة انتدابات تحته يكون مسؤول عليها نحضروا للمرحله القادمه للموسم الجاي. احنا ما الموسم هذا اللي فات معناها اللي دخلنا له احنا توا ما كتشوف انت حتى لي ريكروتمون اللي صاروا في اخر وقت ما عندناش برنامج وبرمجه ناقصين في البوست هذا كذا هاكا نتبعوا فلان وفلان ونجيبوا هذاك ونجيبوا هذا هذا كله ما صارش معناها السويفي التقارير الاسبوعيه مش موجوده التقارير الشهريه مش موجوده ومع هذا الكل مش عركه هي. أنا شفت كونه المرحلة القادمة ولا الموسم هذا مش تاع منتصر، منتصر كونه المسؤولية اللي تقلدها في النادي الإفريقي كبيرة بارابور لطريقته في التعامل والتعاطي معها، يلزمه يزيد يتقوي، وبما أني رئيس النادي الإفريقي وأنا اللي عايش في وسط المعمعة هذه الكل وقاعد نتبع في التفاصيل، نعرف هذاك اليوم ينجم ولا ما ينجم، ساعات نغلط، نجم نكون غلط راه. اما نتعلم كيف ما انا نتعلم تو منصر يتعلم. انا كي نلقى مثلا احد اللاعبين ولا بعض اللاعبين في الموسم اللي فات يجيني وانا عندي عقد معاه يجي باش يترينا نقول له لا انطردوا
يستغل الفرصة يجيب عادل منفذ ومن بعد نلقى روحي أنا دافع قريب 300 ألف دينار حكم. شكون يتحمل فيها مسؤولية؟ المدرب. المدرب عمل برشا أخطاء. عم ناول. شبينا ما تحاسبناش معاه. من الواقع حطينا مدير يد. كلمته وعبرت وكان بما أنه هي عملية نعتبروه عملية سياسية مش رياضية. معناها تعاملنا معاه كسياسي حتى الحزب اللي أنا نترأسه أصدر بيان. أنا في شخصي اتصلت بيه اتصلت بيه كسياسي أنت مش كرئيس نادي الإفريقي؟ لا كسياسي طبعا هو كعضو مجلس الشعب. إيه ما ذيك أنا رئيس نادي الإفريقي هذاك حاجة مفروغ منها وهو رئيس نجم الساحلي حاجة مفروغ منها هذه شنو مش نذكر وكونوا إحنا رؤساء معروف. لا فرح لا فرح وفرح برشا والحمد لله عليه وإن شاء الله ربي سهل وكونوا الأساس في العملية هذه. إحنا ديما نأكدوا على ونزيد نرجع للسيد كاتب الدولة الأمن اخدم الخدمة هذه وقول لنا شكون اللي يحاول يغتال الراجل هذه أهم حاجة. لا علاقة الأشخاص تقعد باهية أما علاقتنا الرياضية خايبة. عليه شنو يا أخي نكذبوا احنا فما 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 واحد فما فما علاش ما تقدرش باهية؟ إي تو بشوي بشوي ما عاد شنو يا أخي هي كيف كيف كل شيء أو جاي مقابلة بعد الإصابة هي تو نتقابلوا ونحكيوا ومش نلعبوا السوبر في قطر متأكد السوبر هي أنا وافقت عليه. الوضعية اللي فيها اليوم النجم الساحلي مع احترامي معناها أنا نعتبر جزء حتى كي تنجح النجم الساحلي واليوم وتلقى دي ريكروتمون باهين واحد أنا جزء من العملية هذه اللي يحب يحب واللي يكره يكره خاطر أنا اللي قويت الميركاتو وقويت المنافسة ما بين الفرق الكبرى وطلعت البارة الفوق اللي خلات اليوم الجماهير والهيئات في النوادي ما عندها ما تعمل يلزم يا تمشي بقوة وإلا تقعد التالي هذاك هذايا وهذه باش تقعد في التاريخ أنا اللي عملتها خاطر كي كانت الميزانيات ما نعرفش ميزانية نادي وجيب واحد ما نعرفش منين وهذاك كذا وهات نصطاد فما ان جون افريكان هات نجيبه ب 2000 دولار ويمكن يطلع ستار لا تو ما عادش ولا الناس كل تجيب في الكونفيرمي الكونفيرمي يلزمك تصرف 500 و600 وعندهم فلوس كنتي هو يا تو يجيبوا عندهم فلوس هاكا جيبوا فلوس خرجوا هاكا عندهم تو حكم ترتاح له برشا حروشة والله الكل كيف كيف أنا ما نعرفهمش ولكن لا كل كيف كيف كلهم باهين فما حكام زاد يحسب يقول لك أنا عنده شكون واعده بالأفريك مش يصفر دراوين مش يصفر دراوين زاد حاجات موجودة هذية معني راهو هذية طريق قصير أنا نقول لهم الحكام تحبوا تبنيوا كارير باهية طريق قصير الإفيكاسيتي وكونك تكون نظيف توصل في ساعة أما هكا توصل تعمل ضريبة من بعد يجي شكون يحش لك ساقيك أنا رأي قاعد يتحسن التحكيم قاعد يتحسن والحكام قاعدين ياخذوا في الأمور بجدية ويعملوا في حساباتهم ولكن زادة فما بعض النوايا الغير بريئة بالنسبة لي أنا من بعض الحكام وإذوكم ديما احنا ناخذوا موقف فيهم في بداية الموسم نكلموا الجامعة نقول له راهو فلان وفلان وفلان انا ماذا بيا ما يصفر لي شو كهو علاش اكيد ما عندي ثقه فيه تقالي ما عندي ثقه فيه كهو